هالريمكس لأغنية راغب على ما ياريت واللي تقدم من حوالي الأربعة أشهر لفت الأنظار لأسلوب عمل فرقة شكون واللي أخذوا على عاتقهم إعادة تقديم الأغاني العربية بأسلوب إلكتروني عصري. والفرقة مش فقط بتبتكر بأسلوب الموسيقى اللي بتقدمها، فحتى طريقة إطلاق ألبومهم الجديد اللي بعنوان فراق واللي تضمن 15 أغنية حمل شكل جديد، فهم أطلقوها على شكل لايف ألبوم. The band that changed the face of underground music in the Arab region. هيك العالم بتعرفكن وهيك that's your title actually هون بالبلاد العربية. قد ايه هيك بتحس هاللقب كبير؟ والله يعني مسؤولية، هيك تسميات وهيك ألقاب تصير مسؤولية كبيرة على العرب. بس يعني الحمد لله إذا العالم شافتنا إنه غيرنا الأندرغراوند سين نحن مبسوطين بهذا الشيء. وهاللقب ما جاء من فراغ، فشكون نجحت بأنها تبني جسر فني ربط بين الشرق والغرب من خلال دمجهم للموسيقى الشرقية والموسيقى الإلكترونية الحديثة. جيد قصورك على المزارع من قدينا وعرب. First things first، ما نبلش بالاسم. شكون شكون معناتها شو باللكنة تبعيت مدينتي؟ أنا من دير الزور من سوريا، فعندنا هاي الكلمة مشهورة. يعني إذا تروحي على سوريا وتقولي إنه مثلاً دير الزور دائما سوريا كلها بتقولك شكون يا الله، يعني هاي الكلمة الأساسية عندنا. هي لهجة فراتية صح؟ لهيك حسيتها شوي قريبة للعراقية. صح. وشكون ما بتقتصر فقط على أمين، فالفرقة بتضم ثور بن بيكن الألماني. لهالسبب حبينا نعرف الطريق اللي وصلهم لبعض. أنا بال 2015 طلعت من سوريا ولجأت بألمانيا بهامبورغ، فكنت أشتغل بمنظمة تساعد اللاجئين. كنا نجمع تبرعات العالم ونوزعها على الكامبات. العالم تتبرع بثياب بأي شيء يعني للكامبات، كنا نجمعها. وأنا كانت أحكي إنجليزي فساعدتني أني ساعد العالم وترجم العالم بالكامبات. فبالصدفة تعرفت على شخص بالمنظمة، وهذا الشخص كان ساكن بالسكن المشترك اللي فيه توربن الشباب. فإنه رحت نمت أنا بهذا السكن المشترك، يسمونه ذكي بالألماني. بالصدفة يعني بعد شيء 3-4 مرات أنا نمت بهذا المحل، وما كنت أحكي مع أهل البيت. يعني كنت أجي متأخر بالليل وأطلع الصبح بكير على الشغل. فبيوم من الأيام أجي التور بندق الباب إنه مين هذا الشاب الساكن ببيتنا وما نعرفه هني. فتعرفنا على البعض وهي انفايتدني على بالمطبخ. كان السكن المشترك فيه 8 أشخاص، وصديقته لتوربن اللي هلا صارت زوجته كانت عم تعزف على الجيتار وتغني، فسألوني فينك تغني؟ فغنيت موال بالعربي، فتوربن اعترف لي انه هو يعمل موسيقى، وسألني اذا بدي اعمل موسيقى معه. انا بحياتي ماني عامل موسيقى، يعني انا اكبر محل مغني فيه هو الحمام صراحة. قلت له اوكي يعني وين احسن ما اكون قاعد وما في شيء، قلت له تعال نتسلم. فما كان في خطه انه والله اسم الفرقه شكون، حتى كان ما كان اسم للفرقه ما كان موجود يعني. ومن فرقه بدون اسم لفرقه عالميه، المشوار اكيد ما كان سهل ابدا. كلاجئ بألمانيا، قد ايه بتعتبر كل شيء عم بتقدمه حاليا هو نتاج الصعوبات اللي قطعت فيها، الدموع، الفرح، كل المواقف اللي قطعت فيها بسوريا؟ راح يعني المشروع كبر على اساس انه يعني انا ماني بس لاجئ، يعني انا امين. أنا قبل ما أكون لاجئ أنا أمين، وفي غير ملايين العالم اللي طلعت من البلد هاي. وأنا يعني ما أحكي بس معاناتي، في عالم عانت أكثر مني. يعني يمكن أنا حظي أنه خلاني أنه الحمد لله أنه أموري تتيسر وأنجح بمشروعي أو أنجح بشغلي، بس في عالم كثار لأنها لاجئ الأمور كلها معرقلة بوجهها. قد
دائما بتختار أمين أغانيك اللي بتنتمي للتراث السوري، التراث العربي، تراث المنطقة؟ إذا في تراث المنطقة بس عطول بتختار هيك يعني سنيبتس من الأغاني، أكيد ما بتغنيها كلها. شو هلأ هيك عينك على أغنية عم بترددها يمكن وقلت هيك براسك خلص هيدي بالنكست ألبوم أكيد لازم تكون؟ والله صراحة يعني هلأ اللي براسي أني أكتب كلمات أوكي. أكثر من أني أغني شيء مغنى قبل، لأنه حلو نغني أغاني التراث وحلو نحافظ على تراثنا، بس ما بدي تصير الفرقة ونصير فرقة كفرات. يعني بالنهاية إنه حلو الواحد يطور من حاله، وهالشي حاول أمين يختبره بأجدد ألبومات شكون فورا من خلال أغنية 33.9 مليون مايلز وأغنية انفيرتيغو. أنا منك وانت مني وانت من العمر يقضي ويا. وبهالألبوم عبر الثنائي عن تجربتهم الشخصية مع فراق صديق مقرب منهم خلال فترة كورونا، ولهالسبب سموه فراق. الله يرحمه. بس يعني قد ايه عن جد بهالحفلة هيك كانت full of raw emotions؟ صراحة ما كنت بهذا اليونيفرس، يعني كنت متوحد بمحل ثاني. يعني كان الموسيقى كانت مكاني الوحيد اللي فيني صرخ وعلي صوتي وطلع وجع. يعني شو بدك تقول لهذا الشخص اللي فقدته أمين؟ مشتاق له اكيد، يعني ان شاء الله يكون شايفني، ان شاء الله يكون مبسوط من اللي انا بعمل. كما ضم فراق توزيعات معاصره لاشهر الاغاني العربيه التراثيه. انت بهذا الالبوم امين يعني سفرتنا معك لكل الدول العربيه، غنيت فيها اللبناني، غنيت المصري، فوق الناخل، اعاده احياء ناظم غزالي. شو في بعد في هيك مناطق عبالك تزورنا إياها؟ والله صراحة في تونس في أغنية اسمها تبعت أماناماً يماني أماناماً، هاي أمي كانت تغني لي إياها وأنا صغير، ف يعني هاي احتمال راح تطلع. ولأن هالألبوم جاء بعد 3 سنوات من ألبوم شكون الأول ريما اللي تضمن أغنية فيروز يلا تنام ريما، ولأن ريما الرحباني مؤخرا شنت هجوم عنيف على كل من يغني لفيروز، فحبينا نعرف رأي أمين بهالموضوع. يعني أنا صراحة ما فيني حدد إذا معه أو ضد، بالنهاية هي موسيقى وأتوقع يعني هاي التنهيدة اسمها تنهيدة ريما، تنهيدة ريمة تنهيدة المنطقة كلها. يعني كلنا نمنع على أمهاتنا يغنونا مشان ننام، يلا ينام أمين ويلا تنام ريمة ويلا تنام ديمة ويلا. فما بعرف إذا شنت هجوم علينا الله يسامحها، بس لحد هلا ما في هجوم. هي لا هي حكت إن جنرال إنه إرث السيدة فيروز ما مفروض حدا يقدر يمسه. يعني انه نحن حاولنا انه نشوف العالم باوروبا شو عنا فن وشو عنا انواع فن كيف ربينا.